السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحب في الله في قناتكم مداومة حبيب. لي معلومات لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نحولوا دراهم من باري ديمو إلى حساب آخر. إذا ما عندوش باري ديمو ويكون عنده بطاقة ذهبية تقدر تبعثوا دراهم من باري ديمو. أول دخول إلى باري ديمو بهذه الطريقة، ومن بعد خاوتي نديروا مود باس تاع باري ديمو. ومن بعد خاوتي نروحوا الى التحويلات لنحو حساب اخر، نضغط على مصدر التحويل ونكليكو على الدراهم، ومن بعد نديروا المثال سي سي بي تاع مثال تاع صاحبي. بهذه الطريقة وهنا نكتبوا مبلغ، مثال نكتبوا مليون بهذه الطريقة، ومن بعد نضغط على مراسلة أو إرسال، ومن بعد نضغط على حصول على الرمز، ومن بعد خاطر نديرو هنا الكود اللي بعثونا الميساج ها هو، ومن بعد نضغط على التأكيد أو مواصلة. سيتم التحويل في الثانية بدون أي مشاكل. اللي عنده مشكلة ولا ما فهمش هذا الفيديو يتواصل معنا عن طريق فيسبوك أو عن طريق واتساب أو خلينا التعليق أسفل هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.